لكل المتابعين ما وقفوش، يا نصيحتي لكل اللي كانوا يعملوا سبور ووقفوا وحابين يرجعوا، لازم نرجع ونعمل وقاية لعضلاتنا ونحميهم من الالتهابات والتشنجات وكمان للمفاصل. لازم نعمل أول شهر ساعتين بالأسبوع وتاني شهر 3 ساعات بالأسبوع. للبنات إذا بدنا نرجع وبدنا نضعف لازم نركز أكثر على الكارديو، يعني تريدميل، إلابتيكال، بيسكليت. وللشباب إذا بدنا نعمل شيبينج للعضلات ما لازم نرجع ونزيد كتير الأوزان، لازم نبلش تدريجياً نزيد الأوزان، هيك بنكون حافظنا على العضلات تبعنا.